تنزل قيمة النفط وين أروح؟ 12 عالم ركبتان وين أمشي؟ زين؟ من جديد يتظاهر عمال وأصحاب معامل الطابوق احتجاجا على رفع أسعار النفط الأسود، مناشدات رفعها هؤلاء الكسبة إلى الجهات المعنية للنظر والرأفة بحالهم وحال أطفالهم وعوائلهم، كون هذه المعامل مصدر رزقهم الوحيد. احنا غير نريد نبني بطن، غير كون توفر النفط، يعني اكو اقوى من هاي الطابوقه؟ بالله عليكم هسه وينك يا عمي؟ وينكو طابوقه حديد؟ احنا نريد نبني بالحديد. عمي احنا ناس عايشين على معامل الطابوق، الله وكيلك ما عندنا غير الله والمعامل مال طابوق النهروان، عايشين عليها، صعدوا والنفط علينا وقعدنا، صارنا ثلاث اسابيع قاعدين. كافي لك الله كل شيء ما عندنا، بس قاعد على طلب طاله، ناس على المحافظات الديوانيه. ناس على والله على الله على المعامل ذني، هسه المعامل انسدت منه انه، وزير ينطينا شو يريدنا نسلب؟ انا خبست على هاي. اذا عندنا هاي الطابوقه قلنا اتجه لغير طريق. زين انا وين اروح؟ رحمة لوالديك، انا عندي 13 نفر، زين وحتى جهالي وبن الدخان والصخاب متنقين. قرار قد يتسبب بغلق اكثر من 1000 معمل للطابوق في بغداد والمحافظات. وتسريح الآلاف من العمال بسبب عدم قدرة أصحاب المعامل على منح أجور العاملين، مطالبين وزارة النفط بتخفيض الأسعار إلى ما كانت عليه وتشجيع المنتج الوطني وعدم الاعتماد على الطابوق المستورد ذو الكفاءة المتدنية. اليوم تفاجأنا في 2-1 بهاي السنة الجديدة، يعني زيدون سعر النفط من زيدون 50% بدل ما كانت تريلة بثلاث ملايين أصبحت 4.5، وهذا معناته راح القضاء على إنتاج الطابوق بالعراق. وين الطابوق؟ انا شنو استورد من برا؟ شنو استورد الطابوق؟ كله طين ومي، طين ومي احنا نتعامل، والايدي عراقيه 100%. بدل ما اجيب طابوق من برا واقف الصناعه العراقيه، بدل ما تدعم الصناعه العراقيه زي سعر النفط عليه. المعمل وقف، العامل المسكين قعد، هسه العامل ذاك اليوم يجيني يقول اريد 5000 دينار. 5000 يريد ريوق العائله، شنو سببها؟ سببها وزاره النفط. شنو سببها؟ سببها سوء التصرف من وزارة النفط. وبحسب متظاهرين فإن خطوات وزارة النفط جاءت عكس ما يتمنون، كونها ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف بيع وإنتاج الطابوق. مصير الآلاف من عمال معامل الطابوق مرتبط بأسعار النفط الأسود الذي تم رفع سعره من قبل وزارة النفط لتغلق المصانع أبوابها بوجه هؤلاء الكسبة. من بغداد غيث محمد، قناة رشيد الفضائية.